كلمة الحسين: شاء الله أن يراني قتيلا، تلخص مجموعة من سنن الله في تاريخ هذه الأمة. فهذه الكلمة تعني: شاء الله أن تكون راية التوحيد بيدي أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبد الآبدين. وتعني: شاء الله أن لا تموت شريعة سيد المرسلين بأيدي حفنة من المنافقين. وتعني: شاء الله أن لا يستسلم صاحب الحق لأي معتد أثيم. وتعني: شاء الله أن يدافع المؤمنون حتى آخر قطرة الدم عن دين الله القويم. لا تتلخص قضية عاشوراء في دماء سفكت وحرمات انتهكت ومصائب نزلت، وإن كانت تلك أمور حدثت في كربلاء، غير أن ذلك وجه واحد من وجوه عاشوراء. فهناك أيضاً بطولات تجسدت ومناقب تجلت ومكروبات تحققت، وهذا ما فعله أهل البيت سلام الله عليه. لقد أسقطت دماء الحسين ودماء أصحابه إمبراطورية الشر التي أقامها بنو أمية، وكان ذلك إنجازاً لوعد الله بأن ينتصر للمظلوم ولو بعد حين. لقد تربع الحسين على قمة العطاء كما تربع على قمة الشهادة. أليس هو القائل: إن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم فلا تملوا النعم؟ وكان هو تجسيداً لما قال. لقد كسرت شجاعة الحسين عليه السلام في كربلاء جبروت كل الطغاة في كل زمان ومكان. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما الحسين فله جودي وشجاعتي؟